السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كيداير مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي امين، وطلبوا معنا الله كاملين الخوت الخواتات البنيات الوليدات يا ربي يحلوا علينا يفتحوا علينا الحداده باش نمشيو نشوفوا حبابنا ونترحموا على عائلتنا ونحيوا نقطه الدم على العائله ديالنا. ما هادشي اللي كنسمعوا ما عجبناش، غالقين علينا الحدود، سدين علينا ما بين اسبانيا والمغرب، كلشي باغي يمشي باغي يهبط. رفعوا دعواتكم ونبداو بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وجايب لكم واحد الوصفة بحال الوصفات ديالي اللي كنجيب لكم ديما، وكنتمنى تعجبكم يا ربي امين. وانا راه ما كنحلفش بالله في الوصفات ديالي، وانا غنديرها قدامكم ونشربها قدامكم، حيت كتقولوا ديما في وصفات الناس سوا ديريها انت جربيها انت، عاد قولي لنا انا كنجرب ونشرب قدامكم. هاد الوصفه عندي انا كنستعملها دابا 10 سنين، هادي وراتها لي الوالده الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار يا ربي امين. واللي عنده شي مهمته الله يطول عمرها، واللي عنده اللي ميتها الله يرحمها ويوسع عليها. تهلاو في والديكم والله يخطيكم. المشاهدين كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم زوينه اللي كتخليو ليا، وما نبغيش ونبغي اللي يجي عندي يشوف لي 4 دقائق 5 ماشي غير يدخل ويخرج. راه بزاف من الناس اللي ترفضت لهم القنات ديالهم اللي مشات للمراجعه، لان غير كتدخلي عندهم وكتخرجي ما كتشوفي لهمش 3 4 دقائق 5. وانا الله شاهد عليا كنخاف من الله، ما كنخافش من الناس، وما كنحلفش. كندخل اللي دخلت عنده وملي لقيتو جا عندي راه كنمشي نشوف له ديك الساعه النيت، قررت عليه بتعليق زويون وكنشوف 4 دقائق 5 والله شاهد عليا. انا جيت كنغرس عندك ورده، كنتمنى يدوم التواصل ولا داكشي كاع راه كنمحي كنحيدو، لان ممنوع بزاف ديال الناس راهم شاهدين دابا الى سمعوا الفيديو ديالي. مشات لهم الاقنات ديالهم ساكن وتعبوا عليها ليل ونهار واشتغلوا عليها ليل ونهار وسهير الليالي باش جمعوا مساكن، وفي الاخر ملي صيفطوها المراجعات رفضت لهم. علاش؟ على قبل هادشي انا جيتك انا غرس عندك ورده، انا اوكي كتبوا بالرقم، انا اللايك 45، انا اللايك 20، انا اللايك 15. لا هادشي لا، راه ممنوع 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 من المحاضرات. ايوا حبيبه، دابا جايب لكم واحد الوصفه ديال الضعف اللي بغى يضعف. انا 10 سنين هادي وانا كنشربها، انا كنت كنشربها وريتها لي امي الله يرحمها، كانت عندي هنا في فرنسا كنشربها على المعده، كنشرب كينه المعده. ملي وليت كنشربها هي كتقرعني وكنرتاح ليها مزيان. هادي ها هي شوفوها، ها هي كتبان لكم، ها هي شوفوها مزيان، ها هي في الباكيه. ها هادي زريعة كتان، كاين اللي كيديرها وصفة للوجه، كاين اللي كيديرها للشعر، كاين اللي كيديرها كل واحد ولمن كيديرها. ها هي راه كتصلح بزاف د الحوايج. انا 10 سنين هادي دابا وانا كنشربها على المصران الكبير كيضرني وعلى المعده، كنت كرا كنت كنشرب كينه د المعده قطعتها هي وحاجه اخرى ماشي غير بوحدها. داكشي علاش داير درت لكم دابا فيديو زريت الكتان وحاجه اخرى، ها هي وريتها لكم في الباكيه وها هي كنوريها لكم ها باش تعرفوها. خوتنا الجزائر، خوتنا التوانسه، مصريين، اماراتي، بلاصه اخرى اللي ما كيعرفش يشوفها يعرفها. ها راه كيديروا بها الكاطو، كيديروا بها الحلوه هذه، ها غير تشوفيها راه تعرفيها، ها هي معروفة، ها كتبان لكم مزيان. كنتمنى تكون الصورة واضحة. عندك زريعة الكتان وعندك راه كاينين جوج عشبات كيتشابهو، كاينة هادي كنقولو لها حبة حلاوة، ها هي. لا ماشي هادي، ماشي هادي، وكاين النافع البلدي، هذا راه داير بحال الكمون، ها نافع البلدي ماشي حبة حلاوة، راه كيتشابهو. راه بلي ما راه هذا غالي، كيكون غالي في الثمن. هذه حبة حلاوة اللي كنديرو فوق القريشلات فوق الخبز، لا هذه لا، هذا النافع البلدي، زريعة الكتان والنافع البلدي. اللي بغى يضعف ضعف الكرش كتدخل في الظهر، هذه كنشربها ملي كنشوف راسي ضعفيت بزاف كنقطعها. هاد جوج حاجات، جوج عناصر كنطحنهم وكنشربهم، غادي نطحنهم قدامكم وغادي نشربهم قدامكم. ملي كنضعف بزاف كنقطعها، هادي كنشوف راسي ضعفيت بزاف صافي مكيعجبنيش راسي كنقطعها. ولكن المعدة كنبدا نتقرع، تقولي لي فاش غادي تخلطيها؟ كطحنيها كتولي غبرة، وديري جوج معلقات صغار في كاز ديال الماء، تقولي لي فاش غنديرو؟ مديريش في الماء سخون، مديريش في أتاي، ديري في ماء عادية عادي ماء عادي من القرعة،
وإلا بغيتي ديري في أتاي ولا ديري انتي دبري راسك، هذاك الرأي كيبقى لك. الماء عادي، كاز الماء وجوج معالق كطحني. إيه ونقول لكم واحد الحاجة ضرورية، ما تقوليش نطحن بزاف ونديرها في قرعه ونسد عليها ونبقى كل نهار نشرب، لا راه كدود خطا. اي حاجه كطحنيها واحد الحاله بسيطة، وصفه تقليديه ديال الدار الطحني، بقيت طحني نهاريه ونهار لا، ما تبقايش طحني بزاف وديريه في قرعه وتسديه، راه كدير الريحه، كدير واحد الريحه كريهه، وكدير واحد الدويدات ديالها منها نيس. انا نهاريه نهار لا كنطحن وكنشرب، كنطحن وكنشرب، اما نخليها في قرعه كنلقى الدود كنلقاها مدوده. ها هي غادي نطحنها قدامكم، نزرعك الكتان والنافع البلدي. ها هي ليها ما والو، خضر الا قليتيهم كطير الريحه ديالهم، كيولي بحال الكمون. ها كديري في كويس، ها هو شحال ما بغيتي، جوج معلقات، معلقه اللي قديتي عليه جوج مرات في النهار ولا مره في النهار من الليل لليل، كديري جوج معلقات صغار في الكاس، كديرها شربت انا بعدا قبيله. ها كديري في الكاس كتخلطيها هكا، طحني نهارية نهار لا صافي، ولا طحني غير اللي غتشربي، كنشربها ها، الحمد لله شكرا لله. ها كتشربي غادي تقولي لي عاوتاني، غتسولي نفس التعاليق شحال تشربيها من مرة في السيمانة ولا هي، ملي كتلقاي عليها راحتك المعدة المصران الكبير باش تدخلي للطواليط كتكون المصران كيتسرحو وهادي وحشاكم، والمعدة كتبقاي تقرعي وكتوافقك وهذا، راه كتعطي النتيجة نقول لك في 10 ايام 15 يوم راه كرشك كتولي تدخل في الظهر الكرش، وراه كتضعفي اللي باغي يضعف، هادي هي اقوى وصفة باش تضعفي وبتجريب، و10 سنين هادي وانا كنشربها، راه ما كنكذبش عليكم الوصفات ديالي راه بتجريب، جربوها وردوا عليا راه دقه بطله. ما طحنيش بزاف وتخليها في القرعه وتقولي باش ما نتعذبش كل نهار نطحن، طحني شويه نهار نهار لا، كتخلطي في كويس ديال الماء ولا اتاي ولا ما دافي كيما تبغي، انا كنشربها بالماء عادي، حتى الليل كنبغي نعس كنشرب واحد الكميه ديال نقولوا مثلا جوج معالق كبار، كنديرهم في الماء كنخلطهم في كاس ونشربهم نهبط عليهم ونمشي نتكى صافي، راه دقه بطله والوصفات ديالي راهم بتجريب، واللي مجربينهم يردوا عليا، واللي باغي ضعاف هي هادي، واللي باغي غلاط باغي يهز شويه عاوتاني غلاط، غادي نوري نجيب لكم وصفه واحده اخرى، راه حطيت لكم ديال الضفار صندوق الوصف تلقاوها، وحطيت لكم ديال الوليدات اللي كيفزقوا الفراش، وديال الدريه الصالحه اللي بغا الوليدات راه حطيتها لكم، ودابا انا حطيت لكم ديال الضعف، وغادي نجيب لكم اللي بغا يغلاط عاوتاني وصفه، سناو الجديد ديالي غادي نحط لكم وصفه ديال الغلط، والوصفات ديالي راه مضمونه 100%، حتى كنجربها انا عاد كنعطيها لكم، راه قلت لكم كاينه زريعه الكتان، كاين النفع البلدي، كاينه حبه حلاوه، لا راه كيتشابهوا هاد الجوج عناصر كيتشابهوا، هادي النفع البلدي كيكون بحال الكمون، بحال الشكل ديال الكمون، رقيق بحال الشكل ديال الكمون، حبه حلاوه كتكون خضراء ها هي وغليظه، هادي اللي كنديروا في القريشلات وكنديروا، هادي لا زريعة الكتان والنفع البلدي، حبة الحلاوة لا، راه اللي كيغلط كيدير حبة الحلاوة كيقول لك النتيجة ما عطاتنيش، داكشي باش حطيت لكم العناصر ثلاثة باش تشوفوها، ها هي وطحنتها قدامكم وشربتها قدامكم، وراه ديما كنشربها، جمعة دايرة، راه ديما كنشربها وكتعطيني النتيجة، كضعف دقة بطلة، كتصلح المصران الكبير، كتصلح المعدة، كضعف دقة بطلة. انا وريتها لكم في الباكيه كيفاش، غير واقيلا مكتوبه بالالمانيه، المهم غير باش تعرفوها، ها هي زريعه الكتان كيفاش دايره، وريتها لكم في الطبصيل، ها هي باش تشوفوها مزيان كيفاش دايره، ها ها زعما راه فهمتكم مزيان، وريتها لكم في الباكيه باش تقرايها مكتوبه بالالمانيه، حيت هنا عندنا في فرنسا ما كنلقاهاش، كتجيبها ليا بنت اختي من المانيا،
ما عندنا مي ماشي قديمه، ماشي مزيانه هكذا، ماشي طريه، ماشي كنوصي عليها كتجيبها ليا، كطحنيها في الطحانه. راه وريتكم طحانه عاديه ديال الصغيوره هادي، ها طحني نهاريه نهار لا، نهاريه نهار لا، ما طحنيش بزاف وتحطيها في القرعه وتقولي نشربها كل نهار، لا خطأ. نهاري راه كدود، كدير الدود منها، نهاريه نهار لا، وتشربيها مزيانه للمعده، المصرى الكبير اللي بغى يضعف، والكرش راه 100% 100% كترد الكرش داخله في الدار. اللي بغى تضعف تبع هذه الوصفه وترد عليا بميها بارده عادي، الماء بارد عادي في كاس ديال الماء، كاس وتشربي، بغيتي جوج المرات في النهار، بغيتي مره بعدا من الليل تشربيها. تبعي الوصفه على واحد نقول لك مده، المده ديال من 8 ايام ل 10 ايام ولا غير 3 ايام 4 ايام، راه كاين اللي كتعطيه النتيجه، كرشو كتدخل له في الدار، راه غير 3 ايام 4 ايام 5 ايام النتيجه كتبان روعه. وردوا عليا الاخبار، وكنتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه، يا ربي امين، والله يرفع علينا هذا الوباء، والله يرفع، والله يرحم جميع امواتنا ويشافي جميع امراضنا، والله ينجح الوليدات اللي كيدوزوا الباك، يا ربي امين، الله ينجحهم ويحقق لهم املهم، يا ربي امين، دعيو معاهم مساكن اللي كيدوزوا الباك، الله ينجحهم ويحفظهم ويرعاهم، واللي عندها شي وليدات الله يحفظهم لها، واللي ما عندهاش الله يعطيها، واللي عندها الله يخلي لها وليداتها، وتبارك الله عليكم وشكرا، بارك الله فيكم والله يخطيكم، والسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.